تورمونتي بعد ما تفرجتوا معانا في الفيديو الكل كونسيرنو لي كوليس دو ليميسيون فيست اسمع العز توا باش نعمل انترفيو مع خويا منذر اللي كان واحد من لي زانفيتي اللي مشى معانا للراديو يا فاه باش يعطي رايو على كيفاش تعبت ليميسيون كل شيء دونك اقعدوا معانا باش يسمعوا الانترفيو. Bonjour Mandel. Bonjour Zidane, bonjour Anas. Donc il y a deux ma question, qui est-ce que tu as le cas de ta radio FM? Le cas de ta fond, Barça, organisé au Barça, le cas de ça que tu as fait. Effectivement. Donc je n'ai pas fait le sujet qui a été pendant l'émission, ou je n'ai pas fait le cas de la lettre. Le cas de la lettre, c'est que tu as fait le cas de la lettre, tu as beaucoup de sujets intéressants. ما كثير سوجي معناتها ركز عليه جعفور هو سوجي معناتها تاع الحب. حب يوصل هو راهو المشكل تاعو حب يوصل دي ميساج باهيين للكوبلات كي حب يوصل معناتها ما تعرفوش حتى كان تعرفت واحد يطيح حلالات معناتها كي اما معناتها ديما بكا الفكاهه اللي عنده حب يوصل معناها لازمنا نحبوا بعضنا فهمت كيف كسوا كوبلات ولا حتى غولاسيون بين الصحاب مهما كانت اختلافات. دونك كيفاش لقيت لامبيونس نتاع ليكيب في استسمع لاز؟ كيب فيها برشا جو امبيونس تحفون ياسر معناتها تحسهم عائله واحده دمار معناتها دمار برشا دمار في ليميسيون كيما نقول كيما حلاهم. باهي دونك نخدموا مع اخر كيستيون شنو هي انطباعك حول ليميسيون؟ حقيقه زيان هذيك كانت التجربة الأولى اللي أنا نحكي الكل عملنا برشا جو معناتها برشا ضحك تعرفنا على برشا عباد معروفة أما أحسن حاجة هي معناتها ما نكونش نصورها هكاكا كيف تسمع الراديو معناتها مش كيما تسمع الراديو في الكهرباء ولا في الدار مش كيما تبدا حاضر شخصيا حاجة أخرى إن شاء الله نعاودوها إن شاء الله يا ربي يعطيك الصحة منذر عزيزي زيان بسلامة كلكم بسلامة نكونوا كملنا الانترفيو نتاعنا ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو ما تنساوش تعملوا ابوني للبلوغ نتاعنا بسلامة. نكونوا كملنا الانترفيو نتاعنا ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو ما تنساوش تعملوا ابوني للبلوغ نتاعنا بسلامة.